خلينا نشطوا مع الناس. معليش عزيز راك عزيز هذا ترى ديال مع فالطه هاني هاني واخا فراسي والو نجي نغنيني ايوا ولا بات خويا السؤال عندكم نتوما انا ما والله ما كيفاش ما غتغني للناس لا انا نغني النشاط انا ما عنديش مشكله انا اللي كي كانوا كيما كانوا انا جاي ننشط وصافي مع كورونا وصافي وشويه الحادثه ديال السير ولكن الحمد لله بخير كنت درت حادثه السير ولكن الحمد لله ما دازت سالمه وهي خطيره ولكن انا ما موقع لي والو. واش الجديد ديالي ان شاء الله غيكون البوم غنائي في شهر 8 متنوع جدا وغادي يكون اهداء للناس اللي بغاو العلاسات ولي دي جي لان درت لهم كشاكل مطوله باش يكون فيه الرقص والنشاط وراك الفراجه هذاك الشيء ديال الشيخات على حساب كل مكان كنمشيو ليه لا ما تنقدرش نقولوا انا ماشي ما تنقدرش نقولوا انا كنت ادابطا اي مثلا الجهه ديال هاد الناس كنمشي معاه كنجيب الجو قليل الناس لاباس عليهم كنجيبوا جو كبير كل شيء كنبداو من البسيط حتى الغاني عندك الا قديتي جبده من جيبك حنا معاك مرحبا با شفيق معك كلشي ديالكم الهوائيات. السلام عليكم انا جد فرحان اني متواجد معكم اليوم. سبب الحضور ديالي لهذا الحفل هذا هو جيت نشارك هاد الناس الفرحه ديالهم وهذا العمل الخيري اللي قاموا به هاد الناس كنشكرهم لانهم وجهوا لي الدعوه اني نكون متواجد في هذا الحفل هذا. وبالنسبه للجديد ديالي شنو مخبيه لينا يا ليام اللي باقيين حنا ما شفناش ضيعتينا وضاحوا الاحلام صبرنا وما دويناش. لا الخدمه ما كاينش الخدمه المهنيه في الزمن ديال كورونا سالات ماشي شوماج اكثر من شوماج شوماج راه حيت حنا دابا فنانين شويه معروفين كما كنقولوا كنت كتخدم شويه وكتخلي واحد شويه راه كاينين الناس اللي كانوا كيديروا ايقاع كيديروا كيعزفوا كمانجات كيخدموا في ملاهي الليل ملي تداكش راه كاين الانسان اللي باع الاله ديالو كاين الانسان اللي باع الفراش ديالو كاين اللي باع حي التلفازه من دارو باع لوليداتو باش يوكلهم كلشي تضرر في هذا ماشي في القطاع ديال الموسيقى في اي قطاع غير مهيكل. كنت في امريكان وجيت كملت عاز هنا في المغرب بحال لانك لا خايف على راسك ما كتبقاش كتفكر انك كاينه في امريكان ولا كاينه في المغرب ما خاصكش تخرج ما خاصكش تلاقى مع الناس باش ما تعاديش وليداتك عندي وليدات صغار باش ما تعاديش كانوا معايا ناس مسنين في الدار ما يمكنش غتادي بزاف د الحوايج كنا خايفين والسلام كيما غتعيش في المغرب غتعيش تما لا كلبسه 7 10 كتبقى لمصطفى بورغون دابا في كورونا ما كانت عندنا حتى حاجه يلا لعبنا ماتش واحد لعبناه في 33 ماتش واحد اللي تجمعوا فيه الدراري ودي واخا ما تجمعناش كاملين تجمعنا شي نسبه قليله انا وسعيد وطريق خالدي اللي لعبنا شي الاخر باقي الدراري باقي ما تلاقيناش. والله انا بالعكس انا جيت للاعتذار اني تاهدر عليا لانه كان عندي التزامات من قبل وجيت من طنجه والتعب وخدمت الخدمه الاولى والثانيه يعني فما كانش عندي القدر اني نجي ولكن ما بغيتش نمشي بلا ما نحضر ونجي نثبت وجودي على الاقل انه حنا معاهم. تبارك الله كانوا فنانين كبار وتبارك الله كلشي شارك المهم هو اني نشارك ونجي ونفرجاركم الفرحه ديالهم. اغنيه سميتها خيط بيتي من كلمات والحان محمد امير وتوزيع ديال بدر المخلوقي. الى كان غيكون اضافه باقي ما فكرت فيه. نقول لهم الله يكمل عليكم بالخير وفرحانه اليوم بزاف. علاش زعما؟ علاش العروسه مازال؟ ما عندي جواب ما طلعوا التليفون. انا ما عندي حتى شي فكره هاد الشيء كيخصهم هما. يعني بالنسبه لهذا السؤال كما كتعرف ان ملي جات كورونا يعني الميدان الفني اغلبيه توقف يعني كان توقف شامل يعني مؤخرا لان شويه طلقوا شويه الحفلات يعني اللي ولات كاينه شويه الخدمه لكن داك الشيء ضعيف بزاف كنتمنوا انها ترجع الامور ان شاء الله مطلقه 100% باش نقدروا اننا نخدموا اي ان شاء الله. شي كلمه هذا الحفل اللي حضرنا هذا الحفل يعني كنتمنوا ان شاء الله ان كل شيء يدوز بخير وعلى خير وكنتمنوا ان الامور تمشي عند هاد الناس طيبه ان شاء الله وحنا تم الاستدعاء ديالنا يعني كما كيتم الاستدعاء ديالك في شي حفل اللي هو كيكون خيري ولا مناسبه اللي خيري يعني مبدئيا دائما كنقبلوا وحنا جينا الجول هذا الحضور الجديد ديال السيونس بول. بالنسبه للجديد يعني كنت نزلت واحد جوج الاغاني على اليوتيوب وحده على شكل فيديو كليب وحده بعنوان ديال زيدوا تبعونا وحده انا عنوان ديالها سيد القاضي عدل بيني وبينها وعندي واحد الاغنيه ان شاء الله غتكون مور العيد على شكل فيديو كليب. بالنسبه للجمهور كنقول للجمهور شكرا بزاف وكاع الناس اللي كيتبعونا وكاع الاصدقاء ديالنا اللي كيبغونا كنشكرهم بزاف. شكرا بارك الله فيك. انا صراحه عاد سمعتها
والصراحه هي جاتني شي حاجه اللي ماشي نورمال يعني. الصراحه ما خصناش نقول لعبوا بمشاعر الناس. لا الصراحه انا ما عمر وقع لي بهذا البلان. واو الصراحه انت ماشي بلان الصراحه نسبة بهذا المفهوم. يعني الانسان خصو يكون واقعي. ما باغيش واحد الشخص نقولها ليه فاس مالك علاش نبقى نلعب ليه بمشاعره ولا نجرجره ولا شي حاجه. ايوا دابا شو تدي عاد ذنوب وصافي. عندك موضوع شي اغنيه دابا. وي تدي شي ذنوب وصافي. أنا كما كتعبي على الأغاني ديالي أنا اللي معروفين نورمالمون خص ضروري تغني لهم حتى لقيت اللي تبغيني وخارجة من الحمام هادي. لا لا عليك يا وانت عصبنيش واحد راه كنحيح نورمال هذيك. الحمد لله حنا الناس اللي كيعرفوني مقربين اللي راني مازال كما كنت راه ما تبدلتش شي. البوركي الناس ما كيكونوش معايا شترينك ما غاديش يحب يقدروا يحكموا عليك بشي طريقة لكن عاشر الشخص باش تقدر تحكم عليه.